شيخينا شيخا من شيوخ قوم يحسب حسابا الأول عطاوي تريح بعد غزوة حنين مصبح ضحية رجال تفتي لشنابة يا مرحبا في محل يجمع حنا نعز الحلال اللي حضرنا بها ابليس في حضرتك لو ما معه غير عينه تعوض في عينه العمياء وفهدا بها الله لا عاد تلعب على المعنى وصوتك حزين ولا عاد تضحك من البلوى وتبلى بها من فضل ربي على تقوى وطاعة ليت العتيبي ترك كلمة ما جابها ليت العتيبي من أول الوسم فرق بالمطايا يبينا واليوم تنقل شرايح على رقابها حزب اليهود يسمونه بحزب اليمين الله يعز اليمين ويكرم احزابه أكثر جمال البدو قامت تجر الحنين وتنزل خشومها وترفع ذنابها الله البقاء مرهب لا من حضر ما الساحة هي مرها ويهجد رهابها لو ان الايام طول الوقت سمنا وسمينا ما شفت بعض العباد تشقق ثيابها واصل 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 هاي
مرهب من العام تنسوسة في طحينة من شافها في طعامه ما ترعشابا يا هلا الدفينة ترى سر المعاني دفينة لو ريح صرصار وطاها طيار ترابها ماني بسوسة تراني ليث وسط العرينة آخر زمان الثعالب حدة نيابة قبعتك حمراء ما ندري جيت ضاوي من اين واهل الدفينة تنوم اسمنت عزوابها ما علموك العرب عن قصة ام القرينة بقرنها تحرث السكينة وانصابها والله يا الأصحاب يا الحضار والغايبين لا عيفك فالحياة اللي تهنى بها خلوها الموت بيجيك لو كبقلعة الوادرين الساعة هم المن بيجيك ساعة يا ليتك تحسب حسابها